هنعمل ايه؟ هنعمل بطيخه، هنعملها هنقدمها بس بطريقه كده تكون لذيذه. فهنجيب البطيخه وقشرناها كده زي ما انتم شايفين، قشرنا البطيخه بتاعتنا. هاتوا بقى الفواكه اللي انتم عايزينها. عندنا بطيخه لو طويله بيبقى احسن، وعندنا فاكهه مشكله حسب ما انتم عايزين زي ما تحبوا. احنا جبنا شويه عنب، شويه كريز، نعناع اخضر كده، يعني زي ما تحبوا. هناخد دلوقتي البطيخه اللي عندنا ونحاول شويه بس كده ايه نشيل منها الابيض ونحاول نخليها مدوره، يعني هي طبعا مدوره بس عشان ممكن من ما بنشيل الابيض شويه الشكل يختلف، فبنحاول بس نخليها محافظه على استدارتها شويه قد ما نقدر، يعني مش شرط، يعني في الاخر بطيخ. هنجيب دلوقتي التانيين برضو اللي عندنا وبرضو هنعملهم بنفس الشكل ونحطهم فوقيها، لازم يكونوا اصغر منها، عايزه واحده كبيره وبعدين واحده اصغر وبعدين واحده اصغر واصغر كده اهو، يعني بنحاول قد ما نقدر. زي ما قلنا مفيش، يعني مش لازم تبقى شكلها يعني بيرفكت في التقطيع، بس المهم يبقى شكلها متناسق. اصلا كل الحاجات الزياده دي هتستخبى بالفاكهه اللي احنا هنحطها. طيب دي كده خلصت، خلينا نجيب بقى تالت واحده ونشوف بقى دي مين هنحط الاول ومين هنحط الاول، ده حسب الحجم. عندي بقى هنا كمان العصيان الخشب، الستيكس اللي بتوع الشيش طاووق بتوع اللي بنشكل بيهم الكفته، دول هم اللي هيمسكوا لي البطيخ بتاعي في بعضه. خلاص كده تمام، اه تمام، بس هنخليها من فوق متساويه شويه وخلاص كده، حلوه جدا. تمام، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اه كده خلاص حلو. يلا هناخد بقى دلوقتي الستيكس اللي عندنا وهنحطها كده هنا في النص. هناخد مثلا دي ولا ناخد دي؟ لا دي اكبر، هناخد دي نحطها كده هنا بهذا الشكل، وبعدين نجيب كمان ستيك نحطها كده هنا، وناخد دي. يلا اوكي، يلا يلا هنجيب بقى دلوقتي نبتدي نجيب الفواكه اللي عندنا زي ما انتوا عايزين، بتجيبوا فواكه زي ما اتفقنا ونبتدي بقى نحطهم بالشكل برضو اللي احنا عايزينه. يعني انا ممكن مثلا دلوقتي اجيب ستيك كده ونبتدي نحط مثلا العنقود بتاع العنب ده كده هنا مثلا بهذا الشكل. انا طبعا مش شايفه اي حاجه، ممكن نجيب عنقود تاني بلون تاني، يعني زينوها بقى كده زي ما انتوا عايزين، حطوا هنا حطوا هنا من الفواكه اللي موجودة كلها. ممكن كمان نحط في الأرضية طبعا، يعني ممكن نعمل دي مثلا كده أو نجيب واحدة أصغر شوية نحطها، خلينا بدي، يعني زينوا زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا عايزين بقى، زينوا زينوا زينوا. ممكن تعملوا كمان كذا واحدة، يعني كذا كده واحدة يبقوا ورا بعض كده وكده، نحطهم كده مثلا هنا.